انا عايز اقول ايه، ان احنا يعني هيئة قناة السويس دي هيئة عملاقة كبيرة أوي، والشركة ليها رؤية في المرفق بتاعها والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم أو يتوافق مع يعني تطور حركة التجارة في العالم. واللي انتوا سمعتوه النهاردة من على ان احنا نعمل يعني تحسين لحركة المجرى الملاحي في الجزء الجنوبي، ان شئنا ان احنا نسميه كده، اللي هو الجزء اللي حصل فيه المشكلة، مش كده، اللي هم يعني نقول الخمسين كيلو الاخرين دول، سواء العشرة اللي موجودين جوه البحيرات المرة او على امتداد الجزء الاخر حتى خليج السويس. انا طبعا يعني كنت اتمنى ان اللي يعمل الشغل كله هيئة قناة السويس. يعني عندنا كركات كبيرة وعملاقة، وفي كركة هتيجي في شهر 8 هتنضم للأسطول، وبالتالي هل احنا يعني المدة الزمنية اللي احنا ممكن لو احنا كهيئة بمواردنا بمعداتنا قمنا بالعمل ده، وممكن الاستعانة ببعض الشركات برضو لو كان ده المدة 24 شهر؟ 24 شهر؟ تفضل استريح. يعني طبعا يعني كل ما يكون المدة أقل من كده أنا مش عايز ألزم، لأن أنا هنا مش عايز أحشد موارد ضخمة جدا لعملية التوسعة. يعني مش هقول إن إحنا مش في عجلة، مش لا، إحنا هنتحرك ونشتغل بإمكانيات الهيئة، وممكن الاستعانة ببعض الشركات إذا تم تقديم عروض مناسبة لموضوع التكريك اللي انتوا عايزين تعملوه دوت. إذا كان ده خلاص يعني ده الشكل والتصور النهائي، أنا كنت عارف إن ده كان من ضمن الـ يعني الإجراءات اللي الهيئة حطاها لتطوير المجرى الملاحي كله، مش بس الجزء اللي احنا افتتحناه، لا ده كان ده من ضمنه، بس مرحلة يمكن تكون مرحلة متأخرة شوية يعني، وجه اوانها دلوقتي بحكم الظروف اللي حصلت. فاحنا يعني خلينا اقول ان احنا ننطلق ونتحرك فيها ونعملها يعني. واتصور ان مواردكم مش محتاجين بقى نعمل مرة تانية كده دكتور مصطفى، مش كده؟ مش محتاجين. طيب يعني ان شاء الله نتحرك فيه.